قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيطاليا قالت إن إيطاليا رفضت استقبال شحنة نفط مسجلة رسمياً بأوراق ثبوتية عراقية، بينما تعود بالأصل إلى إيران وفقاً لفحص عينة منها، وتطابقت النتائج مع مواصفات النفط الإيراني في محاولة إيرانية للهروب من العقوبات. الموضوع وجد صداً له في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل ناشطون عمن يقف وراء تزوير هذه الشحنة وجعلها بأوراق عراقية، ولصالح من يفعل ذلك؟ ألا يمكن أن يكون هذا سبباً للتأثير على الاقتصاد العراقي؟ تساءل العديد من النشطاء. الآن وبعد أن شاهدنا هذه النسخة من الخبر المنشور على أحد المواقع الأجنبية، تحديداً في صحيفة وول ستريت جورنال، والذي يعزز فكرة أن إيطاليا فعلاً أوقفت هذه الشحنة بعدما تبين أن هناك محاولة للمراوغة من الجانب الإيراني وتقديم شحنة نفطية بأوراق ثبوتية عراقية. السؤال: من في العراق صاحب اليد الطولة الذي قدم للجانب الإيراني هذه الأوراق الثبوتية التي تحمل دمغات وأختام عراقية ليساعد الإيرانيين أو ليساعد النظام الإيراني على تسويق نفط إيراني إلى إيطاليا؟ لكن الإيطاليين كشفوا اللعبة.